بومليك عبد الرحمن رئيس الجامعة الوطنية لحلاقة المغرب ومدير مؤسسات معهد ناسيونال للحلاقة في الدار البيضاء ونائب رئيسة غرفة الصناعة التقليدية لجهة الدار البيضاء ستات. أولا الجامعة الوطنية تأسست 1958 لأسسها هو الناس أخرين قبل منا حنا اللي توفى توفى واللي باقي حي راه باقي حي. كان أنا ذاك الرئيس ديالها هو فتحي التهامي رحمه الله. ومن بعد واحد المدة معينة وصلنا حنا واحد الوقت اللي وصلت الوقت ديالنا حتى حنا خدينا المشعل ديالها من 2000 وهاد عبد المذنب هو اللي كان السبب ديال التأسيس ديالها. الوغ ملي فكرنا على أساس باش نأسسوا الجامعة الوطنية أنا ذاك ودرنا جمل عام في مدينة الرباط وتواصلت أنا بجميع الجهات على صعيد المملكة المغربية وكانوا الجمعيات بقوة تأسست في وزارة الصناعة التقليدية قلب وزارة الصناعة التقليدية. أنا ذاك كان السيد الوزير المحترم أحمد الماعوني هو اللي كان ديك الساعة الوزير وهو اللي كان استضفنا هو اللي يعني عاوننا في الفكرة. أول رئيس اللي كان فيها هو سي جلال اسكندر. من بعد 2010 للآن عاود خديت الرئاسة ديالها من 2010 إلى الآن أنا باقي فيها. تجددنا المكتب ديالها غير 2023 آخر مكتب اللي تجدد اللي منخرطين ديالها لحد الآن 55 جمعية على صعيد المملكة المغربية. المدرسة هي يعني تأسست هي في 1999 فاش فتحت المعهد ناسيونال للحلاقة والتجميل في درب السلطان. وصراحة الدور ديال المدرسة هي تكوين الشباب وماشي غير الشباب عاديين. عندنا الشباب اللي كانوا مقتهرين وكانوا خارجين للطريق وسهل الله على يدينا وعلى يد الأساتذة اللي كيكونوهم والحمد لله احنا كنفرحوا ملي كنشوفوا شي تلميذ كان عندنا وخدم في محل او دار محل ديالو او اخذ الدبلوم ديالو مشى خارج الوطن. عدة التلاميذ اللي خرجوا عندنا خارج الوطن خدموا دابا في السعودية والدول العربية غالبا وغالبا ديال التلاميذ ديالنا اللي داروا فتحوا المحلات ديالهم وغالبا دابا تقريبا اللي تيكون اغلبية هو تيكريو المحلات تيكريو كاري فوق كاري وكيخدموا وكاين اللي خدامين في صالونات. وعندني بتجربة تلميذ كان عنده مشكل قدر على الله واحد المشكل فعلا دوز واحد المدة معينة ديال داكشي اللي كتب عليه ديال السجن وخرج دابا حاليا الحمد لله راه خدام في محل وهو اللي مسير محل كبير في المعارف وتزوج وعنده بنية ديالو بخير على هذا افتخار لنا لأن كنقدوا الشباب من مزلقة تقريبا من هذا الميساج خصنا يعني نوصلوا لجميع المؤسسين ديال المدارس. أي مشروع اللي بغيتيه ينجح وهو قابله مولاه هذه هي الأوصية اللي بغيت نوصل. أنا عندي قانون داخلي ديال المدرسة كنفرض الوجود ديالي في داخل المؤسسة ديالي لا مع الزبون ولا مع التلميذ وعندي تجربة في هذا الشيء. أي حاجة بغيت نديرها أنا كنوقف على رجلي وكنفرض الوجود ديالو. المشاكل اللي كيكون في بعض المدارس ما نقولش أنا كل شيء هو مول المؤسسة ما كيكونش حاضر كيحط تلاميذ ولا كيحط شي واحد أو شي بنت ولا هذا وما كيحضرش باش يعرف شنو كيروش في المدرسة ديالو. إذا الحمد لله من 1999 لحد الآن ما عنديش مشكل واحد من ذاك الوقت الآن دابا لحد الآن الحمد لله غادي 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 في مستوى اللي الحمد لله معروف على صعيد الوطني المؤسسة ديالنا وبالأساسي ديالها في الأكفة. الأساتذة هما الأهم حيث مدير بوحدو راه ما يدير والو إلا ما كانوش الأساتذة في الأكفة وكان العمل جدي راه ما غادي يدير والو. الناس اللي كيقولوا هذا الشيء ديال المتطفلين أنا ضد الفكرة لأن احنا حاليا درنا عدة اجتماعات مع الولات ومع العمال على هذا الموضوع. هذا الدولة كتقول لك أنا بغيت الناس يشتغلوا ما بغيتش أنا يا تلميذ يخرج من المدرسة ما يلقاش فين يشتغل. إذا حنا أنا مع الدولة في الفكرة ديالها لأن علاش التلميذ ملي يخرج من المدرسة خاصو فين يشتغل. إلا لقى هذاك الشخص مثلا معين عنده الفلوس دار صالون كبير وفي المستوى خدم لي 10 الناس و5 الناس أنا فرحان. بالعكس ماشي واحد عنده مثلا حانوت ولا عنده خدام ولا جوج خدامه وجالس وتيقول لك أنا كاين متطفل. لا ماشي متطفلين
هذوك الناس غادي كيساهموا في 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 الاقتصاد ديال البلاد وكيحيدوا لنا التلاميذ من الزنقه. حنا ملي كنقريو الدري كيدوز عندنا عام كياخذ الدبلوم ديالو خصو يلقى فين فين يمشي. اما الا بقى هذاك بوحدو اللي كيقول كاين المتطفلين بوحدو في الحانوت هذوك الناس فين غادي يمشيو؟ اذا انا ضد الفكره ديال اللي كيقولوا المتطفلين. انا مع 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 الدوله اللي خاص فعلا خاص المستثمرين يدخلوا اكثر. اولا هذاك الملتقى خدمنا فيه صراحه هذه مده من شهر وحنا خدامين فيه والحمد لله ناجح 100%. اللي هو داز يوم يعني بخمسه سته في هذا الشهر هذا بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي حيت الاتحاد الجهوي ديال جهه اكادير سوس منخرط مع الجامعه. يعني الدور ديالنا حنا هو الحضور ديالنا هو الجمعيه اللي منخرطه معنا كندعموها معنويا وماديا وشخصيا وجميع ما يكون خصنا ندعموها حيت الدور ديالنا راه هو هذاك. الا ما دعمناش شنو هو الدور ديالنا؟ اذا بالنسبه لهذاك الملتقى هذه شهر حنا خدامين عليه والحمد لله وتنسيق مع واحد الشركه في مدينه اكادير اللي حتى هي مساهمه في هذاك الموضوع دار واحد الفضاء اللي هو زوين في واحد الفندق في مدينه اكادير اللي كان في المستوى بصراحه في المستوى عالي. وكان الاتحاد الجهوي حتى هو خدم وحتى الجامعه خدمات ودارت واحد رحله خاصه لهذاك الملتقى من الدار البيضاء ومن فاس من اي جهه من جميع الجهات في المملكه المغربيه على اساس الانجاح هذاك الملتقى. فعلا الحمد لله بفضل الجميع هذاك الملتقى ناجح 100% يعني بشهاده الجميع ماشي بشهاده ديالي انا بوحدي بشهاده الجميع الحمد لله. كل الناس كلهم كيعيطوا لنا دابا وكيرسلوا لنا كيقولوا بان هذاك الملتقى كان في مستوى عالي. بالنسبه للزبانه اللي عندنا حنا باش كنتنزلوا بعدا هو المؤسسه ديالنا جات في واحد الحي شعبي اللي فيه الناس شعبيين اللي عندنا حنايا المهنه ديال 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 يعني الحسانه بالمجان ما كاينش الخلاص. وهذاك الشيء علاش الاقبال عندنا حنا هو على قبول هذا الشيء ديال يعني المجانيه وموجودين يعني الزبانه حيت كاين بعض المدارس في بعض البلايص اللي ما عندهم الزبانه كيبقاو خدامين غير مثلا في تيتماركا اليوم غدا الدري كيمل. لا حنا كيدوز الدري شهرين ثلاث شهور كيبدا يخدم مباشره في يعني في الزبانه مباشره. ما كيدوز شهور سبع شهور كيكون تبارك الله صافي معلم يعني يقدر يخرج من سته شهور سبع شهور يقدر يخرج للميدان ديال المهنه الصالونات.